الحين كابتن اريدك تعطينا ايضا عن مسابقه الرمح. بارك الله فيك. الرمح يعني نفس الشيء في فئات واوزان تختلف. الوزن من يبدا من 600 600 جرام جميل و 700 جرام 800 جرام. المدينة العموم هما 800 جرام. نعم. يختلف الموضوع بالنسبه للرمي، هو مش دائره. اها. الرمي هو في عندك مكان للاقتراب وفي بعدين مكان الرمي وخط، في خط ترمي منه ممنوع تلمسه، وفي مجال زاوية فيها 34.92 درجة. نعم جميل. الزاوية اللي لو طلع منها الرمح أثناء الارتكاز في الزاوية، إذا كان داخل في الزاوية يحسب محاولة. جميل. إذا كان برا محاولة فاشلة. جميل. ما هي نصيحتك ورسالتك للمشاركين؟ أنا نصيحتي الاستمرارية أول شيء عشان تحافظوا على لياقتكم وصحتكم، خاصة مع كبر السن. والممارسة أنا نصيحتي الأساسية أنكم تنوعوا في الرياضات. نعم. ما مثلا تجي اليوم كل يوم سباحة، كل يوم سباحة. أنت مطالب أنك تعمل رياضات ثانية. نعم. بالتوازي مع السباحة، تقويات، حتى رمي، وثب، لأنه كل هذه راح تعود بفائدة على صحة المنتسب أو صحة الشخص بشكل عام. جزاك الله خير سعيد بالحديث. وانا جاهز في اي وقت ان شاء الله. سعيد الان يعطينا نبذه وشرح عن رياضه رمي الرمح. تفضل كابتن. ان شاء الله. تفضل. بدينا مطرقه بعد مطرقه ان شاء الله. في مطرقه عند الباب، مطرقه قول له فيها. ما شاء الله الشباب قد حضروا للمشاركه اليوم مسابقه تحدي، ونشوف من الفائز اليوم. زين ان شاء الله. هذا الهدف اليوم، تغيروا شويه روتين الاجابات اليوميه، ونفس الشيء تطلعوا على بعض المسابقات عشان نتعرف على بعض. جميل. تفضل كابتن. قال لي نجي في مايك. ها هذاك الازرق والاحمر؟ الاحمر اطول. هي ايوه تفضل. بس لك هذا ابو يلف فيها. ايوه نعم. في الفعاليات هذه والاستفادة أكيد ما راح تكون بدنية أكثر من أنها راح تكون معلوماتية. نعم. تأخذوا بعض المعلومات ونفسية، تغيروا شوية جو من بدل هذاك التدريب اليومي روتين سباحة. ألعاب القوى، مثل ما سبق وذكرت فيها ثلاث عائلات، عائلة الركض بما فيها العدو والجري، وفيها عائلة الرمي والوثب. نتكلم عن الرمي. الرمي عندنا هذا الرمح، دائما لما تسمعوا رمي في ألعاب القوى عرفوا أنه كل فئة عندها وزن محدد بالرقم. مثلا هذا 800 جرام، هذا العموم، هذا 800 جرام نفس الشيء، وهذا 700 جرام، هذا للناشئين، هذا للناشئين، وفي هذا للأقل من الناشئين اللي هم الأشبال والبنات. البنات يرموا بهذا، كلهم الحريم يرموا بـ 600 جرام، بس هذا للفئات الذكور. فئة يحاولون البنات ما طايرت أقل، يعطونهم أقل لأنه قوة شوية خاينتهم يعني. لو تلاحظوا هذا من المكان اللي نمسكوا فيه الرمح. نعم. القبضة. زمان كان، وهذا أخطر أداة بالإضافة إلى المطرقة، أخطر أداة في الرمي. هذا دائما يعدلوا فيه. كان زمان تخيلوا من المرمى، في واحد ضارب حكم بالرمح خارج المرمى، هنا ضاربوا للظهر. إيش عملوا؟ راحوا مباشرة عدلوا في الرمح، قدموا المقبضة هنا وزادوا ثقلوا هذه عشان لما يروح فوق ينزل. مهما كانت قوته ينزل قبل المرمى. كسفتي يعني. لو تلاحظوا في المستقبل ممكن تلاحظوا نوعين من الأرماح. شوفوا. ما نعم. نفس الشكل. نعم فعلا. ما نفس الشكل. في رمح القديم والرمح الجديد. القبضة. ما تجي تقبض من هنا وترمي. القبضة فيها تكنيك. تجي هنا فوق تنزل يدك. لما توصل هنا خلاص. تقبض وهذا الصبع يبقى هنا عشان، لأنه في الرمح نسيت أعطيكم معلومة. أنت مطالب أنك ترمي في داخل زاوية، مجال رمي فيها 34.92 درجة. ما شاء الله. حتى ممكن تشوفوها هناك الخطوط بادية، بس يوصلوها هم بعدين بالخطوط البلاستيكية. بالتالي أنت مطالب أنه الرمي يكون في زاوية معينة، ما يروح يمين ولا يسار، لأنه طلع محاولة فشل. نعم.
اقتراب الرمح عبارة عن 25 متر ركض بعدين تقاطع ويرمي. نشوف التكنيك عملي. في سؤال في الرمح عشان لا ماشي ان شاء الله ماشي عشان ما ناخركم المطرقة. مطرقة لا ليش ما سويتوا في الوسط؟ ها ليش في الوسط؟ اي وسط تقصد؟ يعني في وسط طول الرمح؟ في وسط الرمح يعني. لا هما مثل ما قلت لك هما السببين قدموا القبضة هنا وثقلوا في هذه عشان سيفتي ما يروح بعيد ينزل يروح مثلا ترميه هذه تكون ثقيلة تنزل هذه واحدة. ثاني شيء عشان يقلوا الأخطاء. على فكرة الرمح من هنا من هذه شايفين القبضة كلها لهنا إذا أول نقطة لمست الأرض هي من هنا لهنا محاولة صحيحة. أها. من هنا الآخر لو لمس بهذا الشكل محاولة خاطئة. أوه سبحان الله. عشان يعطوا أولوية والأفضلية للاعبين ثقلوا هذه عشان ما يكون في أخطاء. حاليا 0.5 أخطاء في كل محاولة. جميل. وبالتالي صار فيها متعة أكثر يعني. نعم.